بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس محمد محمود سيستم ادمنستريتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس محمد محمود، هنستكمل مع بعض سلسلة المحاضرات اللي بناخدها بخصوص الاندرويد ديفلوبمنت ابروتش. احنا النهارده دلوقتي هننزل الداونلود، هنعمل داونلود للجافا جي دي كي اس اي. بنكتب في جوجل سيرش على داونلود جافا جي دي كي اس اي، بنكليك عليها، بنخش على الموقع بتاع اوراكل اللي يخص الجافا اس اي داونلودز. هنعمل داونلود لجافا بلاتفورم جي دي كي 8U60، هو اخر حاجة. هنكليك على جافا، هيعمل لنا داونلود، هينزل الداونلود في المكان المحدد للداونلودز او على الديسكتوب حسب ما نختار المكان اللي ينزل فيه. هندبل كليك عليه، هنسطبه، هنعمل له سيت اب، وتنزل كده الجافا. نعمل ريستارت للجهاز، بعد ما يقول لي خلاص كومبليت نعمل ريستارت للجهاز. اصبح الجهاز كده محمل الجافا بلاتفورم جي دي كي اللي هي جافا ديفلوبمنت كيت 8U60. بعد كده هنعمل داونلود للاكليبس، والاكليبس هو البرنامج اللي هنستخدمه كأحد انواع البيئات المناسبة لتطوير الاندرويد. هنسيرش في جوجل داونلود اكليبس، هيطلع لنا اكليبس داونلودز، هندبل كليك عليها، هتتفتح لنا صفحة بتاعت اكليبس. ممكن نختار اكليبس اي دي اي فور جافا اي اي ديفلوبرز، ممكن نختار اكليبس اي دي اي فور جافا ديفلوبرز، الاتنين ما يفرقوش. احنا ننزل اي دي اي فور جافا اي اي ديفلوبرز على اساس ان هي هتشمل لايبرز كتيرة جدا ممكن نستخدمها في المستقبل، فيبقى من الافضل ننزلها. طبعا نختار البيئة، لو هو ويندوز يبقى هننزلها، نختار الويندوز، لو لينكس هنختار اللينكس، لو ابل ماكنتوش هنختار الابل ماك. بعد كده هنداونلود الاندرويد ستوديو والاس دي كي تولز على اساس انها ابروتش تاني او وسيلة تانية لتطوير برامج الاندرويد ابليكيشنز، وهي تعتبر احدث من الاكليبس. بس هو الاكليبس ميزته ان هو يعني فور ذا سيك اوف ليرنينج، من اجل التعليم بيبقى فيه ديتيلز اكتر. الاندرويد ستوديو اختصر حاجات كتير وسهلها، وبالتالي يعني فوت علينا فرصه ان احنا نتعلم حاجات كتير. يعني انا لو عايز اعمل ابلكيشن بسرعه وتبقى فيه لايبرز جاهزه ودوكيومنتيشن جاهزه، بحيث ان انا اقدر اعمل ديفلوبنج للبرنامج بتاعي وانزله على البلاي ستور، هستخدم الاندرويد ستوديو. احنا هنتعلمه برضو الاندرويد ستوديو، لكن عشان عايز اتعلم ازاي استخدم الجافا مع الاس دي كي تولز، مع الجي دي كي تولز، مع الاي دي تي تولز، مع الفيرتشوال ديفايسز، الاكليبس الاول الناس اتعلمته وهضمته كويس، فهمته كويس، بقت محترفين فيه. بعد كده بقى من السهل ان احنا نشتغل على الداونلود على الاندرويد ستوديو، لكن لو ابتدينا مباشرة بالاندرويد ستوديو هنفوت حاجات كتير جدا ممكن نتعلمها في اسس برمجة الاندرويد ابليكيشنز. فنعمل هنكليك على داونلود اندرويد ستوديو، بعد طبعا ما بحثنا عنها في جوجل طلع لنا الويب سايت يو ار ال العنوان بتاعه. هنخش على الموقع هنلاقي على طول بيقول لنا داونلود اندرويد ستوديو فور ويندوز. طبعا في كذا حاجة موجودة، بس احنا هنركز على الداونلود اندرويد ستوديو لان هو هيشمل الاي دي اي وعلى الاس دي كي تولز وعلى الاندرويد 6 بلاتفورم وعلى اندرويد 6 ايميوليتور، وهم اخر ابلكيشنز وايميوليتورز نازله في مجال الاندرويد اللي هي اللولي بوب وما بعدها. فبالتالي هنضغط على داونلود اندرويد ستوديو فور ويندوز، هيعمل داونلود للبرنامج، وبعد ما ينزل هنعمل له سيت اب وهنمشي في السيت اب عادي جدا، نيكست 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 لغايه لما يحمل معانا. في بعد كده حاجات مهمه قوي، ان احنا المفروض هننزل الاي دي تي بلج ان. الاي دي تي بلج ان ده ميزته ان هو الاندرويد ديفلوبمنت تولز، ودي مهمه جدا لازم نعملها داونلود علشان نقدر ننفذ الابلكيشنز بتاعتنا على الاكليبس. لو دخلنا على الموقع بتاع الاندرويد اي دي تي بلج ان ريليز نودز اللي هي التولز،
فهنلاقي بسهوله جدا جدا بيقول لي انستولينج الاكليبس بلاج ان، لان الاي دي تي دي تعتبر بلاج ان للاكليبس. اما هنخش عليها ضغطنا على هاو تو انستول، هنلاقي هنا بيديني ادرس معين لازم اعمل له كوبي، لازم اعمل له كوبي، اخده كوبي كده واخش على الاكليبس عندي وسيلكت هيلب انستول نيو سوفت وير وبعدين اد. دي خطوات موجوده هنا هننفذها عملي بالنسبه لنا. نخش على هيلب، على هو هنا طبعا الموقع كان حاطط الهيلب على اكليبس فيرجن قديم، فدي اخر فيرجن احنا منزلينها، فاحنا مش بنخش على الهيلب، بنخش على الويندوز اندرويد اس دي كي مانجر. هنكليك على الاندرويد اس دي كي مانجر، هيستارت الاندرويد اس دي كي مانجر، هيظهر لي على طول ايه هي الاس دي كي تولز اللي نازله عندي وايه هي الاندرويد بلاتفورمز اللي نازله عندي. اندرويد بلاتفورمز يعني الاي بي ايز بتاعت الجينجر بريد 2.3 او 3.3 ابتداء بقى من الحاجات الاوبسوليت اللي ادمت خلاص، اندرويد 2.2 ثم 2.3 ثم 4.03 ايس كريم ساندويتش 4.0.12 4.22 ويخش بعد كده على اللولي بوب اللي هو اخر حاجه في 6. هنعمل بعد ما عملنا كوبي لليو ار ال اللي هنعمل منه داونلود الاي دي تي او الاندرويد ديفلوبمنت بلجنز، نعمل له كوبي تاني عشان نتأكد، وهنخش هنا على الاندرويد اس دي كي مانجر اللي احنا كنا فاتحينه، نخش على تولز وهنخش على مانج اد اون سايت وهنخش على يوزر ديفايند سايتس وهنعمل نيو، هنعمل بيست، هنعمل اوكي. يبقى كده احنا ضفنا العنوان بتاع مكان الداونلود للـ ADT files أو development tools، close. بعد كده هو هيعمل checking ويعمل checking على الموقع ويعمل selecting للحاجات اللي احنا ما نزلناهاش. ففي أول حاجة خالص لازم ندخل الأدرس ده عشان يعمل داونلود للـ plugins بتاعت الـ Eclipse، وده مهم جدا. فاحنا هنشوف الحاجات اللي مش مكتوب قدامنا فيها انستولد وهنعلم عليها من هنا ونعملها انستول. يبقى اي حاجه هنا مش مكتوب قدامنا انستولد هنعلم عليها انستول. بس احنا طبعا كده هننزل كل الديفلوبمنت انفايرمنت اللي ممكن نستخدمها او ما نستخدمهاش. فمبدئيا احنا هنختار الاس دي كي تولز بتاعت ريفيجن 23 وهنختار ال اس دي كي تولز بتاعت ريفيجن 24.3 وهنختار بتاعت 19.1 يعني 23.023 نختارها اندرويد اس دي كي تولز والاندرويد اس دي كي بلاتفورم 23 والاندرويد اس دي كي تولز 24.3.4 والاندرويد اس دي كي تولز 19.1. كل واحده من دول هيبقى ليها شويه اي بي ايز هتنفعنا في شغلنا بعد كده. بعد كده عشان ما يبقاش الداونلود كتير قوي على الفاضي هنبقى ننزل بعد كده حاجات تانية. هنا هيقول لك انت علمت على ايه، في باكجز ناقصاك تنزلها، وهنا في باكجز عايز يعملها ديليت لان هو عايز يعملها ابديت نزلها فيرجنز احدث. لو انت علمت هنا هتلاقي في الاوبسوليت يبتدوا يظهروا لك، الاوبسوليت اللي هي الفيرجنز اللي في الاندرويد انتهت خلاص، هتلاقي كاتب لك عليها اوبسوليت. فدي انت لو عايز تعمل تطبيق على اندرويد برنامج قديم قوي مثلا ايام اول ما قالوا اندرويد في بدايته خالص فممكن تختار الاوبسوليت ده، لكن طبعا مفيش حد بيطبق الكلام ده دلوقتي. اقل حاجه اللي بنبتدي بيها اللي هي جينجر بريد اللي هي احنا بنتكلم في الاندرويد 2.3.3 او 2.3 او 3 او 3.1 او 3.2.
يعني هم دول الاقل حاجه ممكن نبتدي نشتغل بيها اللي هي اعتبارها من الجينجر بريد. بعد كده بقى لما دخلنا في الايس كريم ساندويتش بقى وفي اللولي بوب وغيرها، فده هنطلع فوق للاي بي ايز المختلف. فهنعلم على اللي اخترناه هنا فوق زي ما اتفقنا اللي هو 23، وهنعلم على قلنا 23، وهنعلم على ال 19 عشان اخترت الاوبسوليت كده بقت اوضح. يبقى هو 23 وهنعلم على ال 19.1 و 24.3. بعد كده هنشتغل على الاندرويد 6 اللي هو اخر حاجة اي بي اي 23 اللي احنا نزلنا هنا 23 بتاعتها، وهننزل كل، هنعلم على كل ده، ممكن نعلم من هنا على طول، وممكن ننزل 5.1 بس يعني طالما نزلت 6 خلاص. ممكن ننزل بلاتفورم بتاع بتاع مثلا 4.4.2 ايس كريم ساندويتش، وممكن انزل اللي هو ال 2.3.3 ده عشان عايز اعمل ابلكيشنز قديمه شويه تبقى سبورتد ليها وبس كفايه. يبقى انا هنزل 2.3.3 اللي هو ده هعلم عليه عشان ينزل، وهعلم على 4.2.2 ايس كريم ساندويتش، وهعلم على 6، وهعلم على 6، وبعد كده هبتدي اقول له انستول. هو لما اعلم عليهم هيروح مزود الباكجز، واقول له انستول من هنا هيعمل انستول، ديليت لو هيعمل ابديت. لو عايز اعمل ستوب في اي وقت للداونلودنج هدوس على ده اثناء الداونلود، علامة الايد ده هي اللي تحتيها احمر هتعمل ستوب للداونلود. ده شكل الاكليبس اول ما عملت له ران، دبل كليك عليه الايكون بتاعته عملت له ران، هياخد حوالي مثلا يعني من 50 ثانية لدقيقة قبل ما هيحمل. دي شكل الديفلوبمنت انفايرمنت بتاعته، ودي طبعا هنبقى نشرحها بالتفصيل بعد كده، وهنشرح كل منيو فيها بتعمل ايه، وهنعمل نعرف ايه اللي بيبقى الباكج اكسبلورر ده اللي في الجنب ده بيعمل ايه عشان يجهز البيئه المناسبه للجافا والاكس ام ال لانجويج والجافا لانجويج واللايبريز اللي هنحطها للاندرويد، وازاي نختار ديفايس. بس احنا دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بنعمل سيت اب للانفايرمنت فقط، وبنجهزها وبننزل الاس دي كي بتاعتنا، ونبقى جاهزين للشغل بعد كده بعد ما نخلص الاناليسز والديزاين بتاع البروجكت. ده برضو بعد ما عملنا داونلود للاندرويد ستوديو وعملنا له دبل كليك على الايكون بتاعه، بعد ما عملنا له سيت اب هتتفتح معانا الانفايرمنت بتاعته بالمنظر ده. الاندرويد ستوديو شبه زي ما شايفين كده بالظبط، قريب قوي قوي من شكل الاكليبس، يعني تكاد ما تفرقهمش عن بعض من الوهله الاولى، الا ان هو يعني واخد شكل تقني اعلى شويه ومسهل حاجات كتير، وهنشتغل عليه برضو وهننفذ عليه جزء من المشروع عشان نبقى برضو خدنا فكره عن اندرويد ستوديو. وفي حاجه مهمه جدا هنا لازم نعرفها في الاندرويد ستوديو، ان هو زي الاكليبس بيحتاج برضو ان احنا ننزل له الاس دي كي بتاعته والجي دي كي بتاعته. فبننزل نجيب على تولز، يعني بقى لو عامل له راننج ويبقى شغال قدامي كده، بخش على تولز وبخش على الاندرويد وبخش على الاس دي كي مانجر، زي الاس دي كي مانجر بتاعت الاكليبس بس دي بتاعت الاندرويد ستوديو. بدبل كليك عليها بيفتح لي كل الاندرويد اي بي كيز اللي انا عملت لها انستول، هتبقى انستولد قدامي هنا ومتعلم عليها صح. هنا ده متعلم عليه صح بس بيقول لي partially installed، يعني جزء منه بس حصل له installation، ده اللي هو ال SDK platform. طبعا انا لو عايز اشيل اي حاجة هعلم عليها كده، يبقى انا كده لما اقول له apply او okay هيشيلها، لو انا عامل كده يبقى هتفضل موجودة. لو هي already اصلا كانت بيضة كده ال check box دي وانا علمت عليها وقلت له apply او okay هيروح عامل لها installation
وينزلها ويعملها داونلود. فيبقى انا بخش على الاس دي كي بلاتفورمز، بعلم هعلم عندي على اندرويد 6 برضو، هعلم عندي على اندرويد 4.4 كيت كات، و6 اللي هو المارشميلو، هعلم على المارشميلو اللي هو اعلى من اللولي بوب، وهعلم على 5.1 اللولي بوب، وممكن اعلم على الكيت كات اللي هو 4.4. بقى ملوش لازمة اتعلم على كيت كات وير، لان الكيت كات وير ده اللي هي الساعة، فمش وقتها يعني عشان ما يبقاش الداونلود كتير. انا ممكن انزل 4.4 كيت كات، وممكن انزل الجيلي بين اللي هو لغاية عندي 4.3، وممكن انزل عندي الايس كريم ساندويتش 4.03، وممكن انزل عندي جينجر بريد 2.3.3. ومبدئيا انزل اندرويد 6 وانزل الاندرويد 4.4 كيت كات. احنا ممكن عشان يبقى يعني اهم حاجة انزل ال 6، الباقي ده كله انا ما يهمنيش تنزله، لكن اهم حاجة انزل ال 6، لان ال 6 ميزته ان انا هقدر انزل ابلكيشن ستور يبقى متاح لاي حد منزل احدث اوبريتنج سيستم. وبرده فور ذا سيك يعني اوف الديفلوبمنت، احنا برضو ممكن ننزل ال 4.4، يبقى ال 4.4 كيت كات والاندرويد 6، على اساس ان في ناس كتير قوي عندها موبايلات اقصى حاجه نازله فيها الكيت كات او الجيلي بين، فما بقاش انا عامل الابلكيشن ما يشتغلش غير على المارشميلو بس، يبقى في حاجات شغاله على الكيت كات وحاجات شغاله على الجيلي بين. بعد كده اختار الاس دي كي تولز، وفي الاس دي كي تولز هعمل انستاليشن برضو للاس دي كي تولز الاي بي ايز اللي هي 24، ولو عايز دوكيومنتيشن انزلها، انزل الدوكيومنتيشن اللي هي تطور مراجع. انا في شويه حاجات كده حلوه في الاس دي كي تولز، يعني يفضل ان الواحد ينزل اغلبها، يعني هنبقى نشرحها بالتفصيل. بس اهم حاجه الاس دي كي تولز 24.3 دي تنزل، دي مهمه. وهنزل الاندرويد اس دي كي تولز اللي هي 23.1.01 والاندرويد والاس دي كي تولز 23. هما طبعا كاتب لي هنا ان في ابديت افيلبل، عشان كده هو عامل لي عليها العلامه دي، بس انا اوريدي عملت لها داونلود، بس العلامه دي معناها ان في ابديت دلوقتي جاهز. لو انا عملت شو باكج ديتيلز هيجيب لي بقى كل الحاجات اللي انا ما نزلتهاش لسه، يعني انا نزلت الحاجات دي جوه الاندرويد اس دي كي بيلد تولز، دي مهمه قوي. فهتعمل شو باكج ديتيلز وهتخش على اندرويد اس دي كي تولز 19 و20 و23 اللي احنا كنا نزلنا قبل كده، وبعد كده هتعلم عليها، وبعد كده هتقفل تعمله مينيمايز، و هتختار برضو الاس دي كي تولز 24.3. كل دي بتفتح لي الاس دي كيز دي كلها اللي هي الباكج كلها، دول كلهم جاهزين للداونلود، وكلهم اتعمل لهم داونلود بس لسه ما اتعمل لهمش انستاليشن، ودول اتعمل لهم داونلود، يبقى 23 و19 دول اللي هنعمل لهم داونلود. دي الابديت سايتس اللي هي بتعمل داونلود، لو احنا عرفنا ان في سايتس جديده بتنزل اس دي كيز هنضيفها، لكن حاليا هي دي كل السايتس اللي بتنزل اس دي كي داونلود مباشر من على الابلكيشن على طول. يبقى عرفت الاس دي كي بلاتفورمز، هنختار المارشميلو وهنختار ال 4.4 كيت كات، ولو عايز تزود عايزين تزودوا زياده زودوا زياده، يعني دي حاجه براحتكم، بس احنا يكفينا يكون في واحد جديد احدث حاجه وواحد متوسط يقدر يشتغل على اغلبيه الاجهزه الموجوده. والاس دي كي تولز نعلم على الاندرويد اس دي كي بيل تولز، دي مهمه جدا. ودي الاندرويد اس دي كي تولز 24.3 دي اخر حاجه خالص اللي هي بتاعت المارشميلو، دي بقى اللي يعني دي نازله لوحديها كده، فلازم نختارها عشان تديني احدث الاس دي كي تولز اللي موجوده، نعلم عليها وننزلها، ويصبح كده عندنا الانفايرمنت او البيئه جاهزه ان احنا نعمل ديفلوبمنت على الاندرويد ستوديو. وادي الاكليبس زي ما اتفقنا، هنعيد تاني من ويندو اندرويد اس دي كي مانجر، هنخش عليها هيروح فاتح لي الاس دي كي تولز عشان نختار منها اللي هنعمل له ابديت او انستول او اللي هنعمله داونلود. الجزء ده كده كان تعريف ان احنا هنجهز ازاي الانفايرمنت ونعملها سيت اب اللي هنشتغل عليها، واعتبارا من المحاضره
المحاضرات اللي جاية إن شاء الله هنبتدي نشتغل في تطبيقات بقى الفورمز والجافا كود والاكس ام ال كود اللي احنا هنحتاجه في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عملنا سيت اب للانفايرمنت اللي هنبتدي نعمل الديزاين عليها سواء كان الاكليبس او الاندرويد ستوديو ونزلنا الجافا وعملنا داونلود، هنستكمل مع بعض المسيرة في البروجكت اونلاين ستور تو سيل ذا كرافتسمانشيب، وده هو عنوان البروجكت المطلوب يتعمل. نتكلم على انترودكشن لهذا المشروع. احنا هنسمي الستور اللي هيسيل كرافتسمانشيب ويبقى اسمه مشهور ونازل على البلاي ستور هنسميه السي شوب. سي شوب از اندرويد بيزد ابلكيشن، يعني ابلكيشن مبني على نظام الاندرويد. Intended to provide automated solution and services to customers، يعني مخصص لإنشاء أنظمة أوتوماتيكية وخدمات للعميل. Consider a business organization which have all of its business through internet، example Android. تخيل إن في مؤسسة معينة البيزنس بتاعها كله هيبقى من خلال الإنترنت ومن خلال ابلكيشن اندرويد. طبعا دي تبقى حاجه تكنولوجيا عاليه جدا. اللي انا بقوله ده مقدمه بتتقال مهمه جدا لما نيجي نتكلم على ايه البروجكت بتاعي ده وانا ليه بعمله اساسا. The business organization delivers the product. البيزنس اورجانيزيشن اللي احنا بنشتغل ليها، الكلاينت بتاعنا اللي احنا بنعمله الشغل، بي ديليفر برودكت، يعني بيعرض منتجات. If possible, home delivery is also possible. لو في الإمكان ممكن زي بعض الابليكيشنز سواء على الويب سايتس أو على الأندرويد بتعمل home delivery من خلال عنوان الكاستمر. The business organization mainly has two sectors. الكلاينت اللي احنا هنتعامل معاه أو البيزنس organization المؤسسة الاقتصادية اللي احنا بنعمل لها الابليكيشن ده has two sectors، ليها قطاعين، ليها هدفين. هدفين عبارة عن قطاعين. الهدف الأولاني first one is sale، الهدف الأولاني هو المبيعات، حقق أكبر كم من المبيعات. which sells the product to the customer، هتبيع المنتج للعميل. ال second sector هو service، لازم تقدم خدمة للعميل. service يعني خدمة للعميل، which is provided to the customer، بتقدمه للعميل. the success of a company is mainly based، النجاح بتاع أي شركة is mainly based، بيعتمد اساسا on its satisfied customers، على رضا العملاء اللي بيتعاملوا معاه. which in turn gives huge profits، اللي هي بالتالي وبالضروري هتؤدي الى مكسب كبير جدا. طيب هنتكلم دلوقتي على system analysis بس ما يخص المشروع بتاعنا، مش الجنرال اللي قلناه قبل كده. system analysis is a management technique، هو اسلوب اداره. which helps in designing a new system، بتساعد على تصميم نظام جديد. or improving an existing system، او تحسين system already موجود. system analysis is the process of gathering and interpreting facts. system analysis هي عملية، process يعني عملية، of gathering، تجميع، and interpreting، وترجمة حقائق، facts يعني حقائق. diagnosing problems، اكتشاف المشاكل، if any، لو كان في حاجة موجودة، وأكيد بيبقى فيه. using information to recommend improvements to the system، بتستخدم نظام الانفورميشن المعلومات to recommend، عشان ترشح للعميل الكاستمر بتاعي، ترشح له improvements، تحسينات للنظام اللي هو من خلاله بيحسن النظام وأداءه وبيعالج المشاكل. there are four basic elements of system analysis، في اربع عناصر اساسيه لازم يستخدموا في السيستم اناليسيس. الاوتبوت اللي بيطلعه الابلكيشن، الانبوت اللي بيخش على الابلكيشن، الفايلز اللي هياكسسها الابلكيشن، البروسيسز اللي هتحصل وتربط ما بين الفايلز والاوتبوت والانبوت، العمليات. for computerization of any system، عشان نحول اي سيستم مانوال عادي لسيستم كمبيوترايزد، the existing system، النظام الموجود المانيوال اللي موجود، must be thoroughly being understood،
يجب ان يتم فهمه جيدا to determine عشان نقدر نحدد how the computer ازاي الكمبيوتر can be best used يستخدم بافضل وسيله to make its operation most effective يخلي الخارج بتاعه او الاوتبوت بتاعه في اقصى قدره انتاجيه ممكنه. This is acquired by analyzing existing system. ده ما بيتحققش غير عن طريق تحليل الـ existing system. Requirement analysis. Requirement analysis اللي هي الـ الأشياء المطلوبة المهمة جدا عشان نقدر نعمل بيها الـ analysis. System analysis for project online store to sell the craftsmanship. أول حاجة الـ project goals. ايه هدف المشروع ده؟ لازم يكون عندي في الدوكيومنتيشن لما اجي اقدمها لاي مشروع اقول له ايه البروجكت جولز بتاعتي، ايه اهداف المشروع. كرييت ان اندرويد اونلاين ستور فور كرافتسمانشيب، بالنسبه لي عايز انشئ اندرويد اونلاين ستور فور كرافتسمانشيب. تو بروفايد انفورميشن، اقدم معلومات اباوت فاريوس برودكتس عن منتجات مختلفه ان ديفرنت كاتيجوري اونلاين، لكاتيجوريز مختلفة اونلاين، زي المثال اللي احنا عاملينه كده. ده شركة اسمها اي تي سي واي، شركة مشهورة جدا بتبيع منتجات على الاندرويد اونلاين، وبتعرض المنتجات بالشكل ده وبتحط الكارت بالشكل ده والسعر بتاعه. العميل اللي عايز يشتري التيشيرت ده مثلا هيضغط على الكارت دي ويقول له هات تو كارت، هيضيف ان العميل ده عايز يشتري الكلام ده، وفي الاخر ما العميل بيتسوق في الستور بيدفع بالكريدت كارد. ده مثال اوريدي معمول لانظمه موجوده اوريدي على البلاي ستور. احنا طبعا هنعمل النظام الخاص بتاعنا بفكرنا بالتصميم بتاعنا، بس انا بوري ابلكيشن مشابه لهذا الكلام. الجول الثالث ان الكاستمر كان بيرتشيز برودكتس اونلاين، الكاستمر يقدر يشتري اونلاين، ان هو لما يقول اد كارد ويجي يدفع بكريدت كارد يوصله المنتج في زمن محدد. Customer can log in and get various information about products. يعني الكاستمر يقدر يعمل login للبرنامج ويحصل على معلومات مختلفة عن البرودكت اللي هيشتريه. And can purchase the suitable product. بعد ما يعمل ياخد كل ال various information اللي عايزها عن البرودكت هيقدر يشتريه. Customer can pay online. الكاستمر يقدر يدفع اونلاين، مش لازم حد يروح له ياخد منه الفلوس، ممكن ده بس مش لازم، مش ضروري، عشان ممكن يكون في بلد تانية في منطقة تانية ممكن يبقى الدفع اونلاين. So security is must، يجب ان يتم الاهتمام بالتأمين. security مهم جدا طالما يكون في دفع اونلاين. Therefore C shop بتاعنا provide secure transactions، يبقى من ضمن البروجكت جولز بتاعتي ان انا provide secure transactions، التحويلات تكون مؤمنة، التحويلات المالية. After sale بعد المبيعات سي شوب البروجكت بتاعنا also provide after sales service، لازم يقدم خدمه ما بعد البيع، والا يبقى انتقص جزء مهم جدا من المكونات بتاعه الابلكيشن. اي نظام مبيعات لازم يكون فيه خدمه ما بعد البيع in which customer problem is solved، بحيث ان مشاكل العميل تتحل. data security is maintained، يجب الحفاظ على سريه البيانات اللي موجودة، سواء من بيانات عميل او بيانات بائع او بيانات معلومات تخص المبيعات نفسها. يبقى data security is maintained، يجب ان تحافظ عليها to relatively high level، لمستوى عالي جدا. by implementing it، عن طريق تنفيذها وتصميمها at database level، لازم يتعمل حسابها انها تكون في مرحلة الداتابيز قبل ما تكون في مرحلة الفايروول اللي هي خاصة بالنت، قبل ما تكون بمرحلة الجهاز الاندرويد نفسه كان عليه فاير وول. لا، قبل كل الكلام ده لازم في تصميم الداتابيز بتاعي في الداتابيز ليفل احط السكيورتي عليه الاول. يبقى لازم على مستوى الداتابيز ليفل. So as to ensure، عشان نتاكد that only authorized users، عشان نتاكد ان فقط المستخدمين المخول لهم السلطه المتاح لهم الاثورتي have access to confidential client information، يقدروا يحصلوا على معلومات المهمة الخطيرة السرية اللي تخص العميل زي بيانات الكريدت كارد بتاعه.
طيب عرفنا البروجكت جولز، طب واي؟ يعني ايه الغرض؟ ايه الغرض من انشاء البرنامج ده؟ ليه انا هعمله؟ ما في كذا برنامج زيه موجود، ايه الميزة اللي انا بقدمها؟ واي؟ ليه البروجكت بتاعي ده بالذات؟ To help certain category of people، عشان مساعدة كاتيجوري معينة من البشر، مجموعات معينة من الناس. Who can't open physical store، ما يقدروش يفتحوا physical store موجود على النت، ما يقدروش يفتحوا physical store موجود في أي شارع أو في مدينة أو في دولة، لأنه مكلف جدا. فبالنسبة لهم طبعا الأونلاين ستور ده هيكون مفيد جدا ومربح جدا، وفي نفس الوقت غير مكلف، يقدروا يتحملوه ويقدروا يتعاملوا معاه. أهم جزء to help special needs to buy the needs، to help special needs مساعدة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، كالنظر، كالإيدين، كإمكانيات بقى السبيشال نيدز المختلفة، يقدر يستعمل الأبليكيشن بتاعي. ودي إضافة المفروض عايز أحطها عشان يشتري احتياجاته. طيب بعد كده المفروض ان احنا بعد ما عرفنا الجولز بتاعتنا وعرفنا واي احنا هنعمل هذا المشروع، نيجي على المرحلة المهمة في الاناليسيس، وهي جاذرينج الانفورميشن، تجميع البيانات. انا بروح للعميل وبقعد معاه وابتدي اجمع منه ايه الخصائص اللي عايز يحطها في الابليكيشن بتاعه اللي هو محتاجها لانجاز عمله. فلما سألنا العميل رد علينا وعرفنا منه المعلومات الاتيه: client wants the application to be online، اول حاجه عايزها العميل ان الابلكيشن بتاعه to be online. clients wants the user can add items pictures and price to sales product. الكلاينت عايز اليوزر اللي هو العميل ان هو اللي هو السيلر يعني البايع انه يضيف الايتيمز بتاعته وصور ليها والسعر بتاعها عشان يبيع المنتج بتاعه. clients wants the user to choose product or more in the cart to buy. هنا بقى اليوزر اللي هو على شكل الكاستمر هيختار البرودكتس بتاعته اللي هو عايزها واحد او اكثر، ويبيع يعني يحدد لهم يضيفهم في الكارت هنا كده بحيث ان هو يقدر يشتريهم. clients wants to add info email address of his company to advertise. الكلاينت عايز يحط بيانات الشركه بتاعته، الايميل بتاعه والادرس بتاعه العنوان، عشان يعمل اعلان للشركه بتاعته. client wants an attractive simple interface. الكلاينت عايز برنامج الانترفيس بتاعه الواجهه بتاعته تكون simple وتكون attractive يعني جذابه وتكون بسيطه وسهله، العميل ما ياخدش منها، يبقى محبب للواحد ان هو يخش بسهوله يجد المنتجات اللي عايزها وبسهوله يقدر يختارها وبسهوله يقدر يضيف لو هو عايز يضيف items او products عايز يبيعها. client wants an attractive simple interface، دي قلناها. client wants a voice command for special needs. هنا الكلاينت ليه طلب يعني زياده عن الطلبات العاديه بتاعت اي ابلكيشن، ان هو عايز يضيف زي ما احنا شايفين هنا امكانيه voice command، ان لو حد مش قادر ان هو يستعمل صوابعه او يشوف ممكن بالفويس كوماند هنا يقدر يختار الايتم دي بالكود بتاعها بالبرمجه. طبعا ده بيتم، بس المهم هو العميل ليه ان هو يطلب اللي هو عايزه والبروجرامر والديزاينر مسؤولين ان هم ينفذوها له. فهنا الكلاينت وونز فويس كوماند سيستم فور سبيشال نيدز، بنحط له ايكون هنا كده وبنربطها بنظام الاندرويد بحيث يديتكت الساوند ويعمل ريكوجنيشن للمنتجات والكلام اللي هيتقال. client wants a bonus، العميل عايز يتحط له نظام added points، النقاط المضافه او البونص المكافئات. لمين بقى؟ for user bought more than an item، يعني لو جه كاستمر واشترى النهارده الايتم دي واشترى منها كميه واشترى بكره ايتم ثانيه بعد شهر بعد شهرين بعد سنه اشترى ايتم ثالثه، كل ده يتخزن عند الكلاينت بحيث ان العميل ده عميل يعني مربح بالنسبه لنا وعميل مداوم، فانا اشجعه ان هو يشتري زياده، فبالتالي بحط له بوينتس. البوينتس دي بتترجم بعد كده لفلوس وقيمه،
بتتعمل في السيستم، بحيث ان احنا نقدر بعد كده الكاستمر ده يقدر يشتري ببلاش منتج معين لو في حدود البوينتس او البونس اللي هو حصل عليها. فده طبعا يعمل تشجيع ان البرنامج بتاعي يتسوق وان عملاء كتير وبائعين كتير تحب تشترك معايا في البرنامج على اندرويد. Client wants to know profit of seller and store. هنا الكلاينت برضو عايز تحط له في السيستم بتاعه وسيلة ما بيشوفهاش غيره بباسورد معين او باسلوب معين، بحيث ان هو يقدر يشوف ارباح السيلر او البائعين اللي بيعرضوا منتجاتهم كسبوا قد ايه، والستور عن طريق الفيز اللي بياخدها من المبيعات كسب قد ايه. Client wants secure payment methods. طبعا اكيد، وده بطلب اي كلاينت ان هو عايز secure payment method، يعني نظام دفع مؤمن. بعد ما عملنا الانيشال اناليسز السابق اللي هو الجازرنج انفورميشن والريكويرمنت اناليسز فور سيستم اناليسز، في حاجه مهمه جدا نستعمل بعد كده اللي هي الفيزابيلتي ستادي، او الفيزابيلتي ستادي اللي هي دراسه الجدوى. الفيزابيلتي ستادي از ذا بروسيس، هي عمليه determination of whether or not الموضوع يستحق او لا for a project is worth doing. الفيزابيلتي ستادي هي عمليه بنقدر نحدد منها ان كان المشروع ده يستاهل ان احنا نعمله ولا غير ذات جدوى، مش مفيد لا على المستوى الفني ولا على المستوى الاقتصادي. Feasibility studies are undertaken، بيتم عملها within time constraints، لازم يتم عملها في خلال فترة محددة، بقول في خلال أسبوعين، بقول في خلال شهر، طبقا للسيستم اللي أنا بعمله. And normally culminate in a written and oral feasibility report، وفي الآخر بعد ما بخلص الدراسة بتاعتي لدراسة الجدوى دي بقدمها على هيئة تقرير مكتوب بيبين فيه، سواء مكتوب او شفوي، بيبين فيه انا حصلت على نتائج ايه، نتيجه دراسه الجدوى دي. The contents and recommendations، المحتويات والتوصيات of this feasibility study، التوصيات والمحتويات الخاصه بالفيزابيلتي ستادي مهمه جدا to help as a sound basis for deciding how to proceed the project، مهمه جدا على اساس كبير جدا ان انا اقدر احدد ان كنا هنستكمل الماضي في المشروع ولا نوقف لغايه كده عشان ما يحصلش خسائر. It helps in taking decisions، بتساعد في اتخاذ قرارات، such as which software to use، اي البرامج هنستخدمها، which hardware to use، which combinations to use، الهاردوير هستخدمه، السوفتوير هستخدمه، الادوات اللي هجيبها معايا زياده، نوعيه المبرمجين اللي هستخدمهم، كل الايتيمز اللي بتساعد في انشاء هذا المشروع. ولذلك فهو علميا الفيزابيلتي ستادي اتقسمت لثلاثه فيزابيلتي كاتيجوريز، ثلاثه برانشز من فيزابيلتي ستادي، في تكنيكال فيزابيلتي، في ايكونوميكال فيزابيلتي، في اوبريشنال فيزابيلتي. بالنسبه للتكنيكال فيزابيلتي اللي هي الفيزابيلتي دراسه الجدوى الفنيه من وجهه النظر الفنيه، The project is feasible، يعني project قابل بالنسبة لدراستنا احنا في المشروع بتاعنا لما عملنا له الاناليسز المبدئي بتاعه، لان ان البروجكت بتاعنا feasible، قابل للتنفيذ من الناحية الفنية on technical remarks. يبقى the project is feasible on technical remarks also، البروجكت بتاعنا بعد ما عملنا له الاناليسز المبدئي لانه قابل للتنفيذ. As the proposed system is more beneficiary in terms of having a soundproof system، لأن النظام اللي احنا مقدمينه اللي هو السي شوب اللي احنا هنعمله مربح جدا، beneficiary in terms of having soundproof system، بالمقارنة بان احنا بنقدم نظام قوي متماسك مؤمن، فهو برضو مربح نتيجة حجم المبيعات وحجم الأرباح اللي هنحصل عليها من هذه المبيعات. النظام بتاعنا having a soundproof system with new technical components installed on the system، يعني المشروع بتاعنا feasible من الناحية الفنية. ليه؟ لأنه هو رغم أنه هو معمول soundproof system، يعني نظام مؤمن ومتماسك وقوي جدا عن طريق أن احنا مستخدمين فيه technical components، إمكانيات متطورة زي الموديولز
وامكانيات في الجافا وامكانيات في الديفلوبمنت تولز عاليه جدا مع هاردوير كويس، بحيث يبقى السيستم ده ساوند بروف سيستم، سيستم متكامل يؤدي الى نجاحه فيؤدي الى الارباح الخاصه بيه. The proposed system، السيستم المقترح اللي احنا مقدمينه، كان ران اون نيو اندرويد سيستم، يقدر يشتغل على انظمه الاندرويد الحديثه، عشان كده قلنا ننزل الجي دي كي 6 اللي هو المارشميلو، اند انترنت سيرفيسز، ويقدر يتعامل مع خدمات الانترنت المختلفه، and works on the best software and hardware that had been used while designing the system، وتقدر تتعامل مع احدث انظمه الاوبريتنج سيستم واحدث انظمه الهاردوير اللي نازله زي الاس 6 وزي النوت 4، وتقدر تبقى فيزابل عليه وما تعملش مشاكل وتبقى متداوله. يبقى انا كده عملت سيستم بتاعي من الناحيه التكنيكال، من الناحيه الفنيه، قابل ان هو ينتشر مع كل الاجهزه الجديده الحاليه واللي منتظر في خلال فتره قادمه. طيب من ناحيه الايكونوميكال فيزابيلتي، دراسه الجدوى الاقتصاديه دي بتبين ايه؟ ديترماينز وذر، ديترماينز وذر يعني بتبين اذا كان there are sufficient benefits، في فوائد كافيه in creating، لانشاء هذا المشروع to make the cost acceptable. فانا ببص بشوف المدفوعات اللي انا هدفعها عقبال ما اعمل السيستم وانشئه واعمل له اناليسيز وديزاين واعمل له امبلمنتيشن، والاجهزه اللي هستخدمها والتجارب اللي هعمل عليها الاجهزه، هل الكلام ده sufficient، بيعمل sufficient benefits، فوائد كافيه انها تبقى مقابله للكوست اكسبتابل، تبقى مناسبه ومرضيه، مرضيه بالنسبه للكوست اللي هيتكلف، اور الكوست بتاع السيستم تو هاي، او التكلفه بتاعت المشروع عاليه جدا. اون ذا بيهاف اوف ذا كوست بنفيت اناليسيس، بالنسبه للدراسه اللي احنا عملناها للكوست بنفيت اناليسيس، البروبوزد سيستم ده فيزيبل، قابل للتنفيذ، and is economically regarding its pre-assumed cost for making a system. وفي نفس الوقت النظام اللي احنا بنقترحه للعمل هو اقتصاديا مربح ومناسب للتكاليف وما فيهوش اي مشاكل بالنسبه للتكلفه الاقتصاديه بتاعته. We classify the costs of C sharp، احنا قسمنا التكاليف بتاعه السي شوب according to the phase in which they occur، بالنسبه لكل مرحله، يعني حسبت الجدوى الاقتصاديه لكل مرحله من المراحل اللي هتنفذ هذا المشروع. As we know the system development costs are usually one time costs، احنا عارفين طبعا ان التصميم النظام الابلكيشن اللي بنعمله تكاليفه بتبقى مره واحده بس، وبعد كده انت بتوزع الماس، بتوزع على الجمع الكبير. That will not require، مش هتحصل تاني after the project has been completed، مش هعمل اناليسيس وديزاين تاني لنفس المشروع كل مره اجي ابيعه العميل، لا ده انا عملته مره وخلاص، فتكلفته هي تكلفه مره واحده. For calculating the development costs، عشان نحسب التكاليف التصميم، we evaluated certain cost categories، احنا عملنا تقييم لعده تصنيفات من التكاليف. شفنا البيرسونال كوست، شفنا الـ الاشخاص اللي هي هتساعد في عملهم، الناس هتعمل اناليسيس، الناس هتعمل ديزاين، وناس هتعمل بروجرامنج، الناس دي تكلفتها قد ايه، وحسبنا الكمبيوتر يوسج واستخدام الاجهزه اللي هنستخدم عليها التطبيقات دي، سواء كان الديفلوبمنت تول كبي سي او لابتوب، او كان الاندرويد او نظام الموبايل اللي احنا هنجرب عليه، حسبنا الكوست بتاع الكلام ده. السبلاي اند اكويبمنت كوست، لو انا هشتري ابلكيشن، هشتري تول، هشتري ديفلوبمنت انفايرمنت، هشتري ويندوز انفايرمنت، هشتري لينكس، ابل، ماكنتوش، وات ايفر السبلاي والاكويبمنت كوست اللي انا هستخدمها، بحسب برضو ثمنها. الكوست اوف اني نيو كمبيوتر اكويبمنت اند سوفت وير، لو انا بعد الحاجات دي لازم ابقى عامل حسابي برضو ان في تكاليف احتياطيه، ان انا ممكن احتاج ان انا اجيب يعني اكويبمنت للكمبيوتر جديده او سوفت وير جديد انا احتاجه اثناء الشغل، فلازم اعمل حسابي على بادجت زياده عن الثلاث حاجات اللي فوق دول، اللي هي الايتم الرابع. بعد كده هنتكلم على الاوبريشنال فيزابيلتي. الاوبريشنال فيزابيلتي اللي هي دراسه الجدوى العملياتيه من ناحيه العمل نفسه. الاوبريشنال فيزابيلتي بالنسبه لنا كريتيريا ميجر ذا ايرجنسي اوف ذا بروبلم after survey and study phases or the acceptability of a solution design phases
هاو دو يو ميجر اوبريشنال فيزابيلتي. يبقى الاوبريشنال فيزابيلتي دي حته يعني حساسه شويه، مش صعبه بس يعني حته عايز تتفهم بعمق شويه. ان انا لازم احسب الكريتيريا او الايكويشن او المعادله المناسبه، بس هي مش على هيئه معادله اكس ايكوال واي، هي يعني بنتكلم على اسنا كريتيريا يعني فكره او طريقه قياس بنقيس بيها الارجنسي اوف ذا بروبلم، مدى ان تحصل مشكله نتيجه السيرفي اللي احنا بنعمله والاستادي فيزز اللي احنا درسناها للمشروع، مدى ان تحصل مشكله وتبقى ظاهره قدامنا ونكتشفها ونحلها. فالميزه هنا ان انا لما هعمل السيرفي وهعمل الاستادي فيزز بتاعتي هتظهر لي مشاكل، بشوف انا حجم المشاكل، بشوفها هل هي سمول بروبلم ولا ميديوم بروبلم ولا ريبليس ولا لارج بروبلم. وفي الحاله دي لازم تكون الكريتيريا بتاعتي من خلال الديزاين ده قادره انها تحل المشاكل. اور ذا اكسبتابيلتي اوف ا سوليوشن في الديزاين فيز، اثناء الديزاين، اثناء ما بعمل الديزاين بيبقى الكريتيريا اللي انا حطيتها في الاوبريشنال فيزابيلتي بتقول لي ان انا السوليوشن اللي انا مقدمه، المقترح اللي بقدمه، المشروع اللي انا مقدمه ده اكسبتبل، يعني مقبول ما فيهوش مشاكل، احنا حلينا كل المشاكل في السيرفي والاستادي فيزز واصبح مقبول وجاهز. الاوبريشنال فيزابيلتي هي اللي بتديني المعلومات دي. هاو دو يو ميجر اوبريشنال فيزابيلتي، ازاي هنقيسها؟ عن طريق تكنيك عالمي مشهور جدا في الاناليسيس اسمه UML او Unified Modified Language، اللغة الموحدة للتعديل، لاكتشاف الاخطاء والتعديل، Unified Modified Language او Unified Modeling Language، ممكن كده وممكن كده، Unified Modified Language او Unified Modeling Language UML. دي Standard Language، يعني لغة Standard، لغة عالمية. For Specified لتحديد، visualizing ورؤية، constructing وتصميم وبناء، and documenting وعمل documentation the artifacts of software system، النظام السوفتوير اللي بعمله هتجيب لي كل الاساسيات بتاعته، كل المكونات بتاعته، كل مشاكله، كل مميزاته، كل اختباراته. اليونيفايد موديلنج ده ازاي؟ ان انا بعمل حاجة من اتنين، بعمل فيه كاستمر وبعمل فيه اوبريشن الكاستمر بيعملها جوه السيستم بتاعي. فهنا مثلا الكاستمر اهو هيعمل ثلاث حاجات، هياكسس السي شوب بتاع البرنامج بتاعي يخش عليه، او الكاستمر هيبراوز الكتالوج ويسيرش الايتم، هيبص على الكتالوجز اللي عندي وهيسيرش الايتمز اللي موجوده، او الكاستمر هيجيت البرودكت انفورميشن، هيلاقي سيرش على ايتم معينه يلاقيها تعجبه هيجيب البرودكت انفورميشن بتاعتها. فده كاستمر ممكن يعمل دورة المعلومات دي، اللوب اوف داتا انفورميشن اوبريشن دهيت، ممكن يعملها بس ويخرج جيت البرودكت انفورميشن ويمشي. يبقى دي انا محددها عندي في كيس من الكيسز اللي بشتغل عليها. في كيس تانية ممكن تحصل، وطبعا المفروض في كيسز كتيرة. في كيس تانية الكاستمر يخش يعمل لوج ان، معنى انه يعمل لوج ان يبقى هو اشترك اوريدي قبل كده في البرنامج وفي الموقع بتاعه بحيث انه اصبح عميل فيه. هيخش لوج ان، كل الداتا بتاعته موجوده ومتخزنه، كريدت كارد وعنوانه وكل بياناته ورقم تليفونه. هاي باي البرودكت اللي هو دخل هنا شافه واختاره وخده المعلومات بتاعته، هاي باي البرودكت. هيدي الشيبنج انفورميشن، البيانات اللي هيتم شحن البرودكت عليه. هيدي المعلومات بتاعت الدفع، البيمنت انفو، الكريدت كارد انفورميشن او وات ايفر، اي حاجه ثانيه، باي بال او غيره. جيت انفويس، هتتبعت له على الميل انفويس ان هو تم الشراء. بعد كده هيكلوز السيستم ويستلم المنتج بتاعه. طب في كاستمر تاني هيعمل الاتي، هيعمل لوجن، هو كاستمر اوريدي موجود احنا عندنا مسجلين بيانات، هي انتر البرودكت ديتيلز، هيدخل ديتيلز بتاع البرودكت معينه هو اشتراها وبيبلغ بيها انا اشتريت البرودكت، الاي دي بتاعه كذا، البرودكت اي دي كذا، المعلومات بتاعته كذا. ويا اما يبلغ بقى ان في سمول بروبلم، في مشكله في البرودكت بتاعه ده صغيره، او ميديوم بروبلم،
او لارج بروبلم في اي الحالات دي بيقدمها لي، انا اقتنع بان الكلام اللي بيقوله ده كلام منطقي، والخدمه ما بعد البيع بعمل له ريبليس للبرودكت لو يستاهل انه يحصل له ريبليسمنت، بعد ببعت المندوب يعاين البرودكت ده وشوفوا فعلا السيلر اللي كان عرضه عندي كان عرضه فيه مشاكل ولا لا، لان انا ما بختبرش البرودكتس اللي بتتعرض عندي، ده سيلر بيعرض عندي، بائع بيعرض عندي المنتجات اليدويه بتاعته وما اعرفش كانت شغاله ولا مش شغاله، العميل هو اللي هيحدد، فما بسلمش السيلر الفلوس بتاعته اللي هي تم دفعها غير لما الاول الكاستمر يبقى ساتسفايد ان البرودكت بتاعه سليم وما فيهوش اي مشاكل، لو في مشاكل ببعت له المندوب بيريبليس البرودكت على حساب السيلر وبيديله منتج تاني. وبانتهاء الفيزابيلتي ستادي يبقى احنا كده انهينا الاناليسز بتاعت الكرافتسمان شوب ستور. ديزاين بروجكت اونلاين ستور تو سيل ذا كرافتسمان شيب، هنخش في مرحله الديزاين. اول حاجه في مرحله الديزاين لازم نفكر فيها بعد الاناليسز اللي احنا عملناه قبل كده والفيزابيلتي ستادي، ايه هي الانتيتيز او الكيانات اللي موجوده في البروجكت بتاعي. سي الفيجر، هنبص قدامنا اهي، في عندي برودكت ده انتيتي كينونه، في سيلر ده انتيتي كينونه، في كاستمر كينونه، في بيمنت ميثود دي انتيتي، في ترانزاكشن ايتم دي انتيتي، في كاتيجوري دي انتيتي، في بونص دي انتيتي، في سيلر بروفيت وده مطلب من مطالب الكلاينت دي انتيتي. يبقى الانتيتيز اللي قدامي دي هي نتيجه التحليل، طلعت من الداتا اللي انا عملت عليها سيرفي داتا رو جافه من غير اي انفورميشن، مجرد داتا. الداتا دي اللي انا اقدر استخلص منها الانفورميشن دي ان انا عندي في برودكت وعندي في سيلر هيبيع، كاستمر هيشتري، كاتيجوري هتصنف البرودكتس، في ترانزاكشن عمليه تحويل ماليه هتتم، في بيمنت ميثود طريقه دفع هتتم، في بونص هحطه للعميل اللي هيشتري اكتر من مره، في سيلر بروفيت، في مكسب طالع من عمليه البيع بتاعه البائع. طيب اما نيجي هنبص هنا على الانتيتيز اللي احنا شفناها، كل انتيتي من دول ليها ريليشن شيب مع الانتيتيز الثانيه اللي حواليها عشان سيستم الداتابيز اللي انا هعمله يكون مترابط، وده اهم جزء في التصميم. اهم جزء في التصميم ان انا لما اعمل اناليسيس كويس واحدد انتيتيز مظبوطه اقدر بعد كده اعمل التيبل اوف انتيتيز مظبوط واربط ريليشن شيب مظبوطه، يبقى السيستم بتاعي سيرتيفايد، يبقى السيستم بتاعي عنده انتجريتي يعني متكامل ومأمون ومضمون. فانا عندي هنا الكاتيجوري فيها تو انتيتي الصغيرين، فيها برودكت كاتيجوري اي دي وفيها كاتيجوري نيم، في عندي البرودكت نفسه، في البرودكت اي دي وفي البرودكت نيم وفي البرودكت برايس وفي السيلر اي دي وفي الكوانتيتي بتاعت البرودكت، وطبعا لازم احط فيه الانتيتي بتاعت البرودكت كاتيجوري اي دي عشان يحصل ريليشن شيب ما بينهم. الريليشن شيب اللي ظاهره قدامنا هنا هي ريليشن 1 تو ميني، 1 تو ميني. لو كانت الريليشن دي ميني تو ميني يبقى اذا السيستم مش مظبوط، ميني تو ميني بتطلع لي رابش داتا على طول، لازم تبقى الريليشن يا 1 تو 1 يا 1 تو ميني. 1 تو ميني يبقى لكل برودكت كاتيجوري اي دي واحد في اكتر من برودكت موجود يخصه. يعني على سبيل المثال لو قلنا مثلا مثلا ساعات، يبقى البرودكت كاتيجوري اي دي بيعبر عن ساعه، ساعه عامه، اما البرودكت اي دي بيعبر عن ساعه رولكس، ساعه سيتيزن، ساعه كاسيو، وات ايفر، كل اي دي منهم وكل ساعه من الكاسيو فيها كذا نوع، فيبقى ليها اي دي برضه مختلف. يبقى اذا عده برودكتس ممكن تبقى موجوده في كاتيجوري واحد، فبالتالي لازم اعمل كاتيجورايزيشن للبرودكتس بتاعتي عشان تبقى في السورتنج وفي السيرشنج اسهل كمان للعميل اللي بيخش يضيف منتج يخش في السلوت بتاعه او في الكاتيجوري بتاعه، او بيشتري يخش على طول على الكاتيجوري بتاعه، ما يبقاش كله كل البرودكتس على بعضيها راندوم،
يبقى العميل محتاج، وده طلب من طلبات العميل ان هو عايز سيمبل انترفيس، ايزي ايزي انترفيس يقدر العميل يوصل له بسرعه، يوصل اللي هو عايزه فيه بسرعه. الانتيتي التالتة اللي هي السيلر اللي احنا قلناها. السيلر بقى في السيلر اي دي كايتم، في السيلر نيم، في السيلر ادرس، فون، ايميل، بوستال كود. الكاستمر اللي هو اللي هيشتري، ده البايع، ده الكاستمر هيشتري. كاستمر اي دي، كاستمر نيم، كاستمر ادرس، كاستمر فون، كاستمر ايميل، كاستمر بوستال كود. وممكن هنضيف حاجات تانية بعد كده بس ده فور ذا سيك اوف فيرست اناليسيس اند ديزاين. كريدت كارد، كريدت كارد اللي هيستخدمها الكاستمر، في هتتخزن كريدت كارد اي دي، وده مش كريدت كارد نمبر، لا ده التيبل اللي هيتحط فيه الاي ديز بتاعت الكريدت كاردز كلها، لكن من خلال الاي دي بتاع كريدت كارد هنعرف ان ده كريدت كارد نمبر كذا اللي تبع الكاستمر الفلاني، الباسورد بتاعته الفلانيه، الاكسبيريشن ديت بتاعته الفلانيه، الكاستمر اي دي الفلاني. يبقى ممكن الكاستمر اللي هو 1 يبقى ليه اكتر من كريدت كارد متسجله باسمه، ماستر كارد، فيزا كارد، امريكان اكسبريس، سيتي بانك، وات ايفر. في ترانزاكشن اللي هي عمليه التحويل اللي هتتم، يبقى ليها اي دي، كل عمليه ترانزاكشن بتتم لوحدها كانتيتي لوحدها ليها الاي دي بتاعها. بتشمل ايه؟ بتشمل برودكت اي دي، ترانزاكشن ده هيتم على اني برودكت، برودكت اي دي، كاستمر اي دي الكاستمر اللي اشتراها، الكوانتيتي اللي تم شرائها، البيت ده هيكون عباره عن يس اور نو، ترو اور فولس، هل تم البيع ولا ما تمش. لما الترانزاكشن تتم هيتعلم هنا يس او علامه رايت ان الترانزاكشن تم، فيبتدي كل اللي يترتب عليه هيتم في الكودنج. البرايس اللي هيدفع ثمن البرودكت ده ايه، الفيز اللي هتدفع للستور نفسه او للكلاينت نفسه اللي هو عمل البرنامج، اللي هي مصاريف التحويل او المصاريف بتاعت الخدمه اللي هو بيقدمها. ما هو هنا الجزء بتاع الايكونوميك فيزابيلتي اللي هو يخص الارباح، هل الارباح دي هتعود عليا ولا مش هتعود، هل هيعود عليا ارباح من البروجكت ده ولا لا. السيلر بروفيت ده كان طلب من مطالب الكاستمر، الكلاينت كان عايز يعرف السيلر اي دي، السيلر بروفيت قد ايه والستور بروفيت قد ايه. يبقى ده جدول الارباح اللي ناتجه من السيلينج او البيع، السيلر بروفيت. وبرده هيبقى ليه كانتيتي لوحدها، البروفيت دي لوحدها انتيتي منفصله ليها اي دي منفصله، بيتعدد بقى بالبروفيتس المتتاليه ورا بعضيها، لكن من مكوناتها الانتيتيز بتاعتها السب انتيتيز بتاعتها تبقى السيلر اي دي، سيلر بروفيت، وستور بروفيت. البونس اللي احنا هنضيفه ده طلب من مطالب الكلاينت ان هو عايز يبقى في للكاستمر ده، كاستمر اي دي ده، يبقى ليه بونس اماونت معينه، سي مثلا بوينتس اضافت له 100 بوينت، 1000 بوينت، 2000 بوينت، حسب العميل ده ما هو دائم الشراء عندي من البرنامج، بيترجم الكلام ده البونس كاش، وبالتالي يبقى العميل قادر بعد كده لما يطلب برودكت نقول له البرودكت بتاعك ده تقدر تاخده ببلاش او تقدر تاخده بفرق سعر كذا، لان انت حصلت على بونس اماونت بقد كذا. يبقى التيبل بتاع البونس ده لازم يبقى ليه اي دي هو كمان. يبقى زي ما احنا شايفين كده الانيشال كونفيجريشن بتاع الداتابيس سيستم بتاعي كله ريليتد ببعضه وكله انتجريتد مع بعضه، محافظ على الريفرنشال انتجريتي اللي موجوده ما بين التيبلز. الكاتيجوري اي دي 1 تو ميني مربوط مع البرودكت، والبرودكت اي دي مربوط مع الترانزاكشن اللي بيتم، وفي نفس الوقت السيلر مربوط مع البرودكت والكاستمر مربوط مع الترانزاكشن والسيلر مربوط مع السيلر بروفيت، والكاستمر اي دي برضه مربوط مع البونس اللي هيحصل عليه، والكريدت كارد مربوط بالكاستمر اي دي. يبقى زي ما احنا شايفين في اكتر من علاقه 1 تو ميني بالنسبه للكاستمر اي دي، في اكتر من علاقه موجوده بالنسبه للسيلر اي دي، والكلام ده كله قابل للتعديل والتطوير
مع اثناء الديزاين، بيسميها بقى اس بيلت او اثناء التصميم، اثناء التنفيذ بتستجد مستجدات، بنقدر العميل بيطلب حاجات زيادة، بيطلب تعديل حاجات، فاحنا لازم نبقى فليكسبل، لازم نبقى مرنين ان احنا هنزود. وانا في حاجات في دماغي ما حطيتهاش على السنة، احنا اثناء قدام هنزود حاجات عشان نبين احتياجات السيستم اللي احنا بنعمله بعد كده زاد عليه ايه وطورنا فيه ايه. وبكده يبقى انهينا المحاضرة التانية بتاعتنا هذا الأسبوع إن شاء الله، بانتهائنا من الأناليسز وبداية الديزاين والجزء بتاع السيت اب أو السيتنج الانفايرومنت بتاعت الجافا وبتاعت الإكليبس وبتاعت الإس دي كي بتاعت الـ ADT وبتاعت الأندرويد ستوديو. وأي استفسار اكتبولي أو ابعتولي وأنا جاهز أرد عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.